مكان. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مساء الخير، واحنا من هذا المنبر بنمسي لكل حواء على مستوى العالم، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. اكيد بمناسبه اليوم العالمي للمراه وشهر مارس شهر المراه، فبنقول لكم في المساء الجميل اكيد جيناكم في مساء الخير بفقرات مختلفه، واكيد بضيفه عزيزه وضيفه مشرقه في مساء جميله داخل الاستوديو حتكون معايا بعد شويه. فدايما احنا عودناكم بفقراتنا المختلفه وبالنصايح الجميله اللي مديها لكم من عبر البرنامج. دايما بنبدا لكم اكيد باحداث اليوم، ودايما زي ما بنوه انه بنطلع جزء من احداث اليوم، ولكن انتم ابحثوا لبقيه الاحداث. فخلونا مع بعض مشاهدينا في كل مكان نبدا باهم الاحداث لهذا اليوم. عام 1990 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج المقامة في الكويت. وأيضا توفي عام 1897 جمال الدين الأفغاني أحد الإعلاميين البارزين في عصر النهضة العربية. وأيضا عام 1996 توفي عالم الدين والمفكر الإسلامي المعروف الشيخ محمد الغزالي. عام 1934 مولد رائد الفضاء الروسي يوري باجاري، وهو أول من صعد إلى القمر. الأعياد والمناسبات لهذا اليوم، وهو يوم 9 مارس، اليوم هو عيد الشهيد في العراق، وأيضا عيد الشهيد في مصر، واليوم هو عيد البارون ببليس، واليوم هو عيد العلم في لبنان. فدي بعض من أحداث اليوم مشاهدينا في كل مكان. خلونا نطلع فاصل قصير جدا ونجي نستقبل ضيفتنا داخل الاستديو. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا أينما كنتم، وأكيد ضيف الحلقة من أهم الفقرات لليوم، وإحنا في برنامج مساء الخير أكيد بنعرض لكم في الشهر ده، هو شهر مارس شهر المرأة. احتكرنا الشهر ده إحنا كنساء، واحتكرنا برنامج مساء الخير حقيقة كنساء فقط. عايزين نعكس قوة المرأة، عايزين نعكس نشاط المرأة ودور المرأة وعظمة المرأة الجنوبية في جنوب السودان. إحنا لاحظنا الفترة المضت في جنوبنا هنا انه الفئه المعينه، فئه بتاعت الشباب، البنات الشباب بالذات، بقت كثيره جدا في مجالات مختلفه، بالذات في مجال الاعمال الحره، في المجال البزنس الحر، في عده مجالات. حتى بقي عندنا اطباء بنات شباب، عندنا محاميات بنات شباب، عندنا اعلاميات، في كل مجالات الاعمال، مجالات الحياه كلها، في عندنا سيدات شباب. فعايزين الفترة دي نعرض مجموعة من شابات لهم بصمة في المجتمع، لهم بصمة في حياتنا كشابات، لهم بصمة للمستقبل بتاع المرأة في جنوب السودان، وهم بيمثلوا مستقبل جنوب السودان أكيد في كل ما يقدمه المرأة للبلد أو للوطن
او بتقدموا. دايما احنا بنقول المرأة هي جيل بحد نفسها، هي بتربي اجيال. يعني المرأة كونه انها بتربي اطفالها لحياة كويسة معناه هي بتربي لها في جيل كامل. فإذا أي مرأة ناجحة أكيد نجاحها ما بيرجع لها هي بس، بيرجع لدولة كاملة، بيرجع لأمة كاملة نجاح المرأة. من هنا أنا بقول يعني فخورة جدا إنه المرأة الجنوبية قدرت يعني كسرت حاجز بتاع عدم الثقة أو حاجز الخوف في مجالات كثيرة جدا. من بعض الشخصيات أكيد الشباب اللي كسروا حاجز كبير جدا في بعض من الأعمال أو البيزنس اللي هم معظم الناس يفتكروه إنه بتاع الرجال فقط في المجالات دي، لكن شابة كسرت كل الحواجز وانطلقت لمستوى كبير جدا من الأعمال، من بعض المجالات اللي هنتكلم فيها بعد شوية. أنا سعيدة جدا إن تكون معي اليوم داخل الاستوديو واحدة من الشابات اللي هي بتمثل قدوة لباقي الشباب اللي هم لسه في خوف أو في حاجز أو في شيء هم خايفين منه عشان ينطلقوا. فبنقول الضيفة معي داخل الاستوديو سيدة الأعمال أداو، يعني خلينا ناخدها كتجربة. فأولا خلينا نرحب بك داخل الاستوديو سيدة أعمال أداو جيمس ميول، سعيدة جدا إنك معي الليلة في الاستوديو. أهلا ومرحبا بإذاعة جنوب السودان، نقول لكم مساء سعيد عليكم، مرحبا بكم، مساء الخير، كل سنة أنتم طيبين. أنا سعيدة وفخورة بحضوري هنا في التلفزيون لاحتفال اليوم العالمي للمرأة. نقول لكل أم ولكل مرأة، نقول لك كل سنة وانت طيبة في جنوب السودان وفي العالم أجمع. أنا اسمي أداو جيمس ميول من إدارية تروين، مديرة شركة نيامبيتينغ للطيران. فنقول لكم مساء الخير عليكم، وأنا سعيدة بحضوري هنا وبسلم لكل أمهات، لكل شابات، لكل شباب، لكل آباء. مساء الخير عليكم. أداو، خلينا أولا في بدايتنا نتعرف بك بتعمق. يعني في يعني أداو ما كانت موجودة ظاهرة زي الآن، فبقى في شجاعة في أداو بقت موجودة في المجتمع الآن، والمجتمع بقى يعرف أداو. لكن في بعض الناس لسه ما عرفوا إنه، بيعرفوا إنه دي أداو سيد الأعمال لكن ما عارفينها هي منو. خلينا نتكلم أولا عن أداو بتفاصيلها، كلمينا عن نشأتك. يعني اتولدت في أتو منطقة، درستي أتو مراحل، درستي في أتو يعني مدارس، درست في جامعة، كلمينا شوية عن تفاصيلك. حقيقة أنا اسمي أداو جيمس ميول، من مواليد سنار، القلعة بالتحديد، قلعة نوبة. أكيد في ناس كتار بيعرفوا يعني مواليد السودان. أنا قريت مرحلتي التعليمية في سنار في مدرسة بقول لها آمنة بنت وحب، دي مرحلة الأساس. وأنا قريت الثانوية في الجزيرة حصحيصة، قريت في علي جابر، وقريت برضو في جامعة السودان في الخرطوم، قريت المصارف والمالية، ما كملتها لأسباب إشغالياتي أو مسؤولياتي. وبرضو جيت نزلت هنا في جامعة جوبا، قاعد أقرأ قانون، قاعد أقرأ كوليج أوف لو. فدي المرحلة اللي أنا قلت أشرحها لكم، دي مرحلتي. طيب يعني أنت درستي قانون وخلصتيهم؟ لا، أنا لسه في الجامعة، لسه في الجامعة ما خلصتهم. فالقانون هو رغبتك أم إنه في هدف معين وراه؟ لا لا لا، حقيقة القانون أنا بحبها جدا وحبيت أقرأ القانون بيكوز أنا عندي طموح. والسبب الأساسي اللي خلاني إنه أقرأ قانون عشان أقدر أدافع عن حقي، عشان أقدر أعرف حقي، عشان يعني أكون عارف أنا بالضبط كده أنا واقفة وين حدي في البيزنس أو في حياتي الخاصة أو في حياتي العامة أو تعاملي مع المجتمع، أو مثلا بصفة خاصة في البيزنس مثلا يكون عندي كونتراك ويكون عندي كده. فالبيزنس أصلا ما مجالي، لكن دي موهبة من ربنا، فمجال الأساسي يهو له. طيب يعني درستيه عشان تعرفي حقك، عشان يعني أعرف حقي وأدافع عن نفسي. أيوة، فهنا يعني أنت في سيدة أعمال، ويعني سيدة الأعمال والشغل بتاع السوق فيه مضبات كثيرة ومشاكل كثيرة. مشاكل كثيرة. مشاكل كثيرة، يعني أنت هسه بتجهزي في نفسك. بجهز في نفسي. طيب خلينا نخش مجال الأعمال، أنت خشيتي فيه، متين خشيتي في مجال بتاع الأعمال يعني كسيدة أعمال؟ أنت قلتي لسه ما خلصتي دراسة. أيوه، وبتجهز في نفسك من دراستك في القانون هسه حاليا. متين أنت بديتي شغلك في البزنس؟
حقيقة تمام. أنا حابدأ من الزمن اللي أنا اشتغلت في المؤسسة الحكومية. أنا بديت أشتغل في شغل الحكومة من أنا صغيرة، يعني مارست الشغل واشتغلت مع كوادر وهم علموني الشغل وكانوا بيجيفوا معي. أي نوع من شغل ده حكومة؟ أنا ما أدري أوضح لك حسي. حقيقة أنا بديت أشتغل من 2009 تمام. أنا اشتغلت في وزارة الصحة، فكنت شغالة في وزارة الصحة، كنت شغالة مديرة بتاعت مالية في الولاية. فكنت اشتغلت في وزارة الصحة، ففي ناس برضو جاء عرضوا علي شغل وقالوا لي احنا عايزينك تشتغلي معانا. والناس اللي عرضوا شغل دي الناس حكومة برضو، في شركة اسمها شركة دروتا، وهي كانت الشركة لترحيل العربات. جو يتكلموا معي، قلت لهم يا جماعة الشغل اللي أنا شغالة فيه ده ما كنت طلبته، برضو عرضوا لي، فلذلك ما ممكن أنا أخلي الشغل أجي أشتغل معاكم، فأنتوا ممكن تتكلموا مع مديري إذا سمح فهشتغل معاكم. فعلا قابلوا المدير حقي والمدير قبل، قالوا إحنا أصلا دايرين أداة، لأنه هي أكتر شيء بتكون قاعدة في الخرطوم، ففي زبيرات بنحتاج لها في الشركة للعربات وما عندنا شنو، كيف إحنا نحصل للحاجات دي. فقاموا شغلوني برضو شنو كمديرة بتاعت مالية ومديرة بتاعت المبيعات. يعني لما يكون عربية فيها مشكلة فكانوا برسلوني السودان، لا تستنى أمشي أجيب سوري أمشي أجيب الإزبيرات. فكنت شغالة معهم كمديرة بتاع مالية وشغالة معهم كمديرة بتاع مبيعات. وفي نفس الزمن جاني أرض من مكتب هونوربل مبنغلان، الله يجعل سبيله الجنة، فأرض لي لأستنى أكون مدير مكتب بتاعه واشتغل معه. ففعلا جيت قبلت الارض، لان انا دائما يعني بحب اطلع من مكان لمكان، ارفع نفسي من محل لمحل، بحب اتطور دائما. فقبلت الارض حقه بدون تردد. فهين انه كان واجهني مشاكل في الاسره، انه ليه تكون على فكره الكلام ده كله في كذا شهور، من خير ما عمل سنه في وزاره الصحه، كذا شهور شهرين ثلاثه منه برضه مشيت لشركه دروتا في نفس السنه، وفي نفس السنه برضه مشيت اشتغلت في مكتب بتاع المحافظ ويكد داك، هو كان نائب بتاع تعبان، تعبان. فمشيت اشتغلت معه، وده الويكد اللي انا اصلا اتعلمت الشغل واشتغلت مع مبيك ودربني حاجات كثيره. دي كانت في الولايه، ويكد هو كان نائب بتاع حاكم، نائب تعبان. وبعد ما اشتغلت معه كنا بنطلع يعني في ماموريات بنطلع للولايه، في مشينا اتعرفنا على مدير بتاع الشرطة في ولاية الوحدة، فأرض على المحافظ أو نائب الحاكم، قال له يا أخي إنه أنا عايزة أداودي تخش البوليس. فأنا رفضت، قلت له أنا ما جاهز إنه أنا أصلا أخش البوليس. فهو قال لي هتخشي تتدربي بعد ذاك تيجي تتفرجي ترجعي لشغل. قلت له أوكي. ففعلا شالوني من الولاية، من ولاية الوحدة، وكده كنا ولاية وحدة، وجابوني في جوبة هنا مع ناس 10 ولايات، وكده كان في 10 ولايات سنة 2010. في جيتي هنا لجوبة جو ضموني للقوس، يعني أنا جاية مع ناس 10 ولايات لكن جو ضموني شنو للقوس. أوكي دربنا تقريبا فترة السنة، كنا قاعدين في ميدان وتم تخريجنا، نحن الدفعة الأولى في جنوب السودان، دفعة رجاف أكيد أي زول بكون عارفه. بعد ما تم تخريجي المفروض أنا أرجع ولاية، لكن اسمي جمع ناس القوس وتم توزيعي في الجوازات. ففي الجوازات فعلا يعني مشيت اتأقلمت مع الشغل، وبرضه تم تعييني مديرة بتاعت مالية. فكنت شغالة ماسكة المالية، ماسكة الجنسيات، ماسكة الجوازات، ماسكة السلر، يعني ماسك ممكن أقول المالية كلها. فإليا كوستا الله يطول عمره وقف معاي ودربني عن الشغل وفهمت الشغل، ومنه فات وجا منه أغوستينو مدير اتحاد للكرة، وبرضه جا دربني واشتغلت معاه. في 2015 بالتحديد تم وفاة الوالد، الله يجعل سبيله الجنة. فالويكد داك يعني حصل زي انهيار كده، المسؤوليات كلها بقت في رقبتي، لأنه عندي التزامات في إيال عمي إيال أبوي إيال خالي كده. معلش أقاطعك في الحتة دي، إنه حنرجع فيها المرحلة اللي أنت عديتي بيها في أقل من سنة في كذا أشغال، فنفس الشيء المالية المالية المالية. هل في الفترة دي تعلمت شنو، اكتسبت شنو في الفترة دي، انت حسيت بشنو في الفترة دي انه القواكي اللي انت اتعلمتي في الفترة دي، فترة بسيطة مرحلتي من شغل لشغل وفي نفس التخصص من مالية لمالية؟ حقيقة في الفترة دي انا حسيت انه انا زولة ناجحة. ليه خلاني انه احس انه انا زولة ناجحة؟ بكوس المالية ما بدو العيزة في اي مؤسسه، ما من الساحل انه يسلمك الماليه الا بعد ما تكسب الثقه او تجتهدي
بعد ذاك ممكن تدور لانه دي شنو مكان حساسه جدا. فوقت كنت بطلع من مكتب او من مؤسسه لمؤسسه بدون الماليه حسيت انه انا زوله مسؤوله، وحسيت انه انا ممكن اعتمد على نفسي، وحسيت انه انا ممكن اعمل حاجه اكبر من كده. تخيلي في العمر اللي انا كنت فيه ذاك او في الزمن ذاك بطلع من الولايه للسودان ومشي بشتري الزبيرات وبشيلهم كويس ويتحد، يعني ما بالطياره بنطلع، يعني ممكن نعمل كذا يوم في الشارع وبجيب جيبهم، وممكن الزبير يطلع ده ما هو ويرجعه كده. يعني انا واجهت صعوبات لكن في النهايه كنت اتعلمت منها، لكن انا استمتعت بها واتاكدت فعلا انه ما في حاجه صعبه. يعني انت لو عندك اصرار وعندك ايمان في الرب كل حاجه بتقدر تعمليها. نعم. طيب هنا يعني الماليه نتكلم في الماليه الماليه دائما بيقول لنا حتى في البيوت احنا كنسوان الراجل بيجيب المرتب بيديه للمراه بس، بيقول يعني هو بيكفي الشهر ولا بيكفي هو بكون ما عارف، لكن احنا بنديره. فيعني هل انه ادارتك في الماليه ونجاحك فيه لانك مراه، واحنا كنسوان معروفين بنعرف ندير القروش بمستوى كبير جدا جدا، ده شيء معروف عندنا. يعني هل انك كمراه عرفت انك تديري الماليه ام انه انت شاطر اساسا في شغل بتاع الماليه؟ حقيقه الحاجه اللي انا حقدر اقوله، ما حقول انه انا شاطره، ما حقول انه انا مثلا قدرت ادير، انا ممكن اقول دي نعمه من ربنا. لانه حتى لو بقدر بدير ما كل زول يديني نفس المكان. أيوة. فانا بقول دي نعمه من ربنا. طيب نرجع انه بعد وفاه الوالد ربنا يرحمه تمام ويغفر له، بعد ذاك اوكي في 2015 بعد وفاه الوالد فواجهني مشاكل ماديه، لانه انا كنت معتمده على السالري والسالري ما بتخطي لي. فحبيت اخش مجال بتاع البيزنس، وبيزنس اصلا ما حصل مره انا اشتغلت في البيزنس، يعني كنت بشتغل من مؤسسه لمؤسسه. فبقت لي صعبه انه انا شنو ابدا في البيزنس، ويا تو بيزنس انه انا ابدا فيها. تمام. فقام جاني مدير بتاع طور فيشن اسمه سيمون طور الله يطول عمره، يعني من نفسه جاني قال لي يا اخي اداو انا دايراكي تشتغلي معاي في المطار وتشاركيني، لانه انا شايفاكي زوله ناجحه وانا بقدر بستفيد منك وانت بتقدر تستفيدي. فاذا ما عندك مانع تيجي تشتغلي معاي. فحبيت الفكرة بجد، وأنا أصلا ما كنت داير أشتغل مع زول، كنت داير أشتغل مع نفسي، لكن ما بقدر إنه أنا أبدأ. فقلت خلاص أمشي في هنا، إنه أنا ما بفهم حاجة في الطيران. فمشيت اشتغلت معاه، واشتغلت معاه في 2015 حقيقة. من أنا قبلت طوال شنو عينه، وكان في تعيينه عينني نائب مدير اللي هو نائب بتاعه. أوكي بعد ما مضيت الكونتراك نزلت معاه في الشغل، اوتوماتيك لقيت نفسي زوله بتاع ماليه. فكنت بورد القروش في البنك، وكنت بمشي بجيب القروش من البنك، وكنت بودي قروش الفويل، وكنت يعني انا اصلا تايني شيء، والشغل اللي بقيت شغال فيه شغل ثاني بيكوز انا بقيت بفهم في القروش كثير. يعني الزول اللي دربني ده ما اي زول بس نظام انه القروش وخلاص، يعني جابوا لي ناس عاديين متخصصين كويس ودربوني كيف انا احسب. يعني ممكن يجيبوا لي كميه بتاعت قروش في دقائق انا بتطلع لك انه القروش دي الكم حسب التدريب اللي دربونا. كسبت خبره كبيره. يا الحمد لله اكتسبت خبره كبيره. فوكيت شافني مرات لما يكون في ناس ماليه دايرين يعملوا حاجه او قروش كثيره ماشيين يوردوها لفول والوادين والبنك، فبقوم بقول له تعالي ساعد الزول. اول ما اجي كده في دقائق بقول له الرقم ده كده ويوريله كده. طوالي قام حولني في الحته دي. فبقيت برضه ماسكه الاوبريشن، يعني بنعمل التشيكينج للركاب بعملها ليهم انا، فهينوا ان انا ما زول بتاع اوبريشن. برضه لو في كارجو بنشحنها انا، بعمل البلاي بلان. لو الطياره قايمه بنعمل بلاي بلان عشان الطياره تقوم، طياره لو نازله بتنزل زمن الطياره، لانه اول ما تعرفي قيامه بتعرفي نزوله. الحاجات دي كلها كنت بعملها انا. فمن خلال انه انا قاعده اتعامل مع الركاب او مع المواطن البسيط اللي بيسافر من ولايه لولايه، حسيت انه في مشاكل قاعده تواجههم. يعني مثلا الزول بيقطع تذكرته على اساس انه في يوم معين في التذكره انه هو يسافر، في نفس اليوم الزول ما بسافر لأسباب غير معروفة. الزول برضو ممكن يجيب بضاعته والبضاعة شنو ما بتوصل. فالمشاكل ما بيمشي للمدير، بيجينا أنا كزولة بتاع الأوبريشن القاعد شنو في الموقع اللي أصلا قاعد أتعامل معه. نعم. فحاولت إنه أحلحل المشاكل فما قدرت، بيكوز أنت بترفع الريبورت بعد ذاك بدوك إنه تعمل كده تخلي كده. ففي نفس الزمن حبيت إنه أقعد مع نفسي وأشوف له أنا بقدر إنه أنا أعمل. فجيت عرفت إنه مجال الطيران ما في حاجة صعبة. فجيت قعدت مع مديري اللي هو سيمون طور، اتكلمت معه وقلت له يا اخي انا الموضوع بتاع السالري ما قعدت تخطي لي، لو ما عندك مانع انا عايز اسجل شركه، لكن ما حقلي شغلك، حشوف موظفين يمشي يشتغلوا هناك وانا حكون متواصله معك. فهو فعلا حب الفكره وسندني، ويعني بقى مبسوط وقال لي انا حاجيب معك وحاسندك.
ففي الوقت داك يعني مشيت استفسر من الناس انه انا دايره اعمل شركه والاجراءات بعملوك. فالناس كان يعني بيقولوا لي لا لا ده موضوع طويل وما ممكن تعملي والموضوع ده صعب وحيدخلك في مشاكل. يعني واجهني كلام زي ده، يعني ما في زول كده شجعني قال لي يا اخي الموضوع ده سهل. حتى لو ما سهل ما انت بتشجع الزول معنويا عشان الزول يقدر يتحرك يجربه. فاي زول انا بمشي له بحبطني لا 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 احنا ليه قاعدين ما عندنا شركات، ليه احنا من زمان قاعدين في المطار وكده. فقلت خلاص انا كده احاول، لو فشلت خلاص، لانه من شروط المدير قال لي لو مشيتي وفشلتي حيكون لك مشكله. فانا اصلا قاعد ما بين بيت. فمشيت قابلت المحامي ووريته قلت له داير اعمل 1 2 3، والمحامي وقف معي ولانا مارتن الله يطول عمره، فوقف معي وسندني. وفعلا مشيت عملت اديته الاوراق ومشى بدا الاجراءات وعمل لي اجراءات الشركه. ما في حاجه سهل، ما في حاجه صعب. يعني انا لقيته فجبت موظفين وعجرت مكتب وفرشته والشغل ماشي. حتى باقي مشاكلات اللي انا ما بقدر بحله في المكتب اللي انا شغاله فيه، في مكتبي بقدر بحله. يعني زول عنده وضع حولته للمدير ما قدر، ففي مكتبي يعني ممكن نقول هسه خلاك من الشغف او من الاسباب خلاك تعمل شركه بتاعت الطيران. انت شفتي اوضاع بتاع المسافرين في أنا المطار شفتها المواطنين والمعاناة بالضبط كده، المعاناة اللي هم يعني مروا بيها. واحد من الاسباب خلاك انك تعملي الشركه بتاع الطيران بتاعت الطيران. يعني رغم انه ما واجهك صعوبه لكن بيكون في بعض التحديات. لسه عدا جاي ورا. ايوه في بعض التحديات نتكلم عن التحديات دي ورا، بعض التحديات اللي واجهتك هنتكلم عنها ورا. طيب يعني لحد انت بسجلت الشركه لحد ما بقى شغال زي ما انت هسه ذكرتي، الشركه اللي انت كنت شغاله فيها قبل ما تسجلي، يعني الخبره اللي انت اكتسبتيها او الهسه انت ماشيه بيها في شركتك لحد شركتك ما بقت ماشيه بمستوى كبير جدا، اكتسبت الخبره من الشركه اللي انت كنت فيها وبعد ذاك مشيت سالتي باقي الناس، فلما تيم بقيتي مع شباب في شركتك يعني كلميني انه الخبره اللي انت اكتسبتيها من الشركه ذاك عشان تقوي بيها نفسك كمان في شركتك. حقيقه خلينا اعترف اقول انه الخبره دي اصلا اكتسبتها من الشركه اللي انا كنت شغاله فيها اللي هو شركه تورا فيشن. لانه يعني انا كنت تم تعييني زي ما وريتك انه انا كنت نائب بتاع مدير، لكن الشغل اللي مشيت اشتغلته ده ما شغل نائب مدير، يعني ده شغل الفيل، ده شغل القائم كله كده. فما في شغل كده انا ما اشتغلته. فوكي جربت الاشغاليات كله ما لقيت حاجه كده صعبه. يعني مثلا ممكن يبناني انه انا اكون عندي شنو شركه سوري. فمن الزمن داك حاولت انه انا شفت انه ما في حاجه صعبه، فقلت خلاص انا ممكن شنو ممكن اعمل. ففعلا بعد ما انا مشيت عملت الشركه وجبت موظفين وموظفين بقوا شغالين وانا شغاله في الشركه حقتي، حسيت انه الشركه بقت شنو تكبر والمحيه ذاتها ما بتخطي. فناديت مديري برضه قلت له شكرا على وجودك معي وسمحت لي الفرصه انه انا اعمل شركه، لكن انا قاعده اشوف انه ده الزمن المناسب انه انا ممكن امشي ادير حاجاتي. فالمدير قال لي يا اخي انا قاعده اشوف لسه بدري عليكي، ده ما امر انه انت تقولي انت عندك شركه وتمشي تديري حاجاتك، لانه لو فشلتي ما حتكون عندك خيار ثاني. انت دعوتي على قروش. قلت له انه انا هحاول حتى لو فشلت هحاول احاول. فنشكر ربنا مشيت اشتغلت بقيت شغال مع الموظفين حقي، وكلنا يعني كنا عيد واحده. الناس اللي كانوا شغالين معي كانوا امينين وما بنسى الاسره، يعني اسرتي وقفت معي شديد سندوني معنويا وكانوا بيشجعوني بيقول لي انت زوله ناجحه وحتعملي حاجه اكثر من كده. يعني ما في منه سند الاسره مهم جدا مهم. فامي الله يطول عمرها كانت واحده من الناس واقفه معي، وابوي الله يرحمه برضه كان واقف معي. وما بنسى برضه اخوي مولانا عبد بكر جيمس كان برضه واقف معي كان بيسندني، وعنده اخوي تشول الله يطول عمره برضه كان واقف معي، وعنده فريشن مانجر رمضان برضه كان واقف معي، وعندي اهلي يعني حتى اصحابي كانوا واقفين معي. يعني كانوا بيشجعوني بيقول لي انت ماشيه كويس. وانا بحس فعلا النجاح ما بيكون انت براك، النجاح هو دعم من الأسرة، دعم من الأصدقاء، دعم من المعارف، هم اللي بيساعدوك وبيدفعوك لقدام. حتى في زملاء حقي وقفوا معي حقيقة سندوني وكانوا بيشجعوني وما بنسى ربي كان السند الأساسي في نجاحي. يعني حاجات دي كلها أنا قاعدة أشوف إنه دي نعمة أصلاً من ربنا. أكيد. طيب يعني هسي تكلمنا عن المرحلة بتاعت البيزنس لحد ما خشيت مجال البيزنس لحد الآن، مرحلة بتاعت النجاح اللي انت فيه. طيب أنا مبروك. ما دير اقطعك، يعني برنامج بتاعت البيزنس أنا تكلمت عن الطيران فقط، لكن أنا عندي كذا بيزنس. يعني مثلا البيزنس بتاعت الطرق
انا أيوة اصلا كنت اسالك انه هل انه بس بقى في الطيران بس ولا في بزنس ثاني؟ فبعدك اشرحي لنا انه عندك يعني بزنس ثاني انت شغاله فيه او في افكار ثانيه برضه لبزنس ثاني. ممكن تورينا لك. تمام. حقيقه وكنت بديت بمجال الطيران فكان الناس بتقول لي انه مجال الطيران صعب فقلت خلاص اوكي نجرب. فكنت جربت جيت لقيته ما صعب. فبعد ذاك انا بقيت قاعده راعي في البزنس بتاع الرجال يعني بقيت ما قاعد اشتغل ببزنس النساء. فقلت ليه طيب انا خلينا اجرب شنو في بزنس بتاع الطرق. فكانت اصلا يعني نظام انه الناس اتفاجعت بكلام الطرق، انت في الطرق ما اشتغلت شنو الطرق ده كله عنده علاقه بالقابه وهنا ما عنده كده. فانا قلت لهم كده نجرب يعني لو اصلا ما قدرت الاقي فهخليه. تمام. فوزير الطرق هونوربل الله يطول عمره مجون مجاك وقف معي كثير ودوني كم كونتراك يعني الحكومه وقفت معي ودوني كم كونتراك بتاع الطرق. وقبل 3 أسبوع بالتحديد كنا طلعنا يعني كل الشركات اللي ادوهم كونتراك طلعنا بيتهت مشينا من هنا لمنبولو من منبولو يعني انا اصلا الشارع اللي ادوني لاحة من منبولو لرومبيك يعني عندي زي حكايه 40 كيلو هناك من منبولو لرومبيك ومشينا مندري وجينا راجعين من هناك لمنبولو وجينا طلعنا من منبولو لمريدي من مريدي ليامبيو من يامبيو لطنبرة من طنبرة مشينا واو تمام. فاصلا كانت واجهتني مشاكل في الشارع حتى من هنا وانا طالعه من هنا تلاقينا في لوري لانه احنا كلنا كده بنتلم في لوري. فاثناء الناس جو لقونا انا قاعده قال لي عندك شنو هنا؟ قلت له انا ماشي معاكم. الرجال جاتوا طبعا انا الوحيده قاعده في نصه كيف تطلعي؟ وانا احنا اصلا ما حصل مره شلنا معانا بنات وانت ذاتك ما ممكن تمشي وما بنسمح لك الشارع ما سكيورتي. قلت لهم انتوا عشان ما بتخلوا البنات عشان كده ما في بنات. لكن الليله انا لو مشيت معاكم حطوا في بالكم بكره بعد بكره في بنات بيمشوا معاكم. زي ما انتوا ماشيين احنا بنمشي سوا. فكانت في جوطه وانا وريتهم قلت لها انا واثقه في نفسي بنمشي محطه بقول لها حسي ما حترجعي يعني بنمشي من بيك بقول لها ركبك طياره ترجعي قلت لها لا انا ماشيه معاكم. فكل محطه كنا بنمشي فهم بيسالوني وانا مواصله اخر ما يعني قال لي خلاص انت ذاتي بقيتي واحده مننا. ففعلا كانوا بيهتموا بي في الشارع وخايفين علي لكن وريتهم قلت لها الوضع عادي فعلا يعني في مشاكل في الشارع زي السكيورتي. ودي رساله ذاته للرجال انه المراه بتقدر تقوم بشغل انت بتقوم به عادي. بالضبط كده يعني احنا بنقدر نشتغل اي شغل الراجل ممكن يشتغله فده في مجال بتاع الطرق بس احنا ماشيين كويسين وفعلا سلمونا محلاتنا وهسي حارسين بس انه نمشي شنو نبدا الشغل. ده في ناحيه مجال الطرق يعني انا ما شايفه حاجه صعب يعني احنا البنات ممكن نشتغل اي شغل. وبرضه انا عندي مجال بتاع البوت في البحر. ايه انت ما اصلا ما حتركبي البحر عشان مثلا تمشي عشان اقول لك ده مخامره كده. حتى مشي بتاع الطرق ده قال لي ممكن كان ترسل لموظفينك لكن انا قلت امشي بنفسي. عشان المره الجايه لو في بنات قلت لهم ما راح اقوم هم حيمشوا معي. تمام. فبرضه عندي في مجال بتاع البوت انا عندي بوت شغاله في البحر. بعد ذاك بنربط بها العاصمة القومية بالولايات. يعني بنحاول بنرحل الحاجات بتحت يعني مثلا زي ملكال زي بور حتات دي كلها لكن مثلا عندنا زي ولاياتنا زي يونيتي ستيت مثلا او زي روينج يعني في فيضانات هناك يعني الحاجات دي البوت دي بتمشي تجيف هناك ما بتقدر تاني تمشي قدام الا بعد ذاك الناس بتتصرف خيطه انه يشيل الحاجات لكن طبعا تهت ارخص من الطيران يعني ممكن تلقى الكيلو اقل سعرًا لكن بالطيران اسرع يعني التحدي شديد. يعني عايزه هنا توصل لنا رساله كمان للمجتمع الذكوري اللي عندنا في جنوب السودان هنا واحنا في الشهر بتاع المراه شهر مارس. عايزين نوري يعني بالذات فئه بتاعت الرجال للان احنا في يعني في جيل مختلف جدا من زمان فالمفهوم بتاع انه لا ده شغل مراه وده شغل راجل ده شغل مراه ده شغل راجل للان لسه في مفهوم بتاع الرجال. في هنا انت كسرتي الحاجز للرجال انه لا اي شغل انتم بتقوموا احنا بنقوم بهم. فعايزاك من هنا توصل لهم رساله للفئتين انه في لسه عندنا شابات بيخطوا انه الشغل ده ما بقدر اعمله ده حق رجال فهنا في مفهوم خاطئ والرجال في شغل لا المراه بتقدر ليه فده شغلنا نحن. فمن هنا انا عايزه توصل لهم الاثنين كلهم رساله حسب التجربه بتاعتك اللي انت جربتيها. تمام. حقيقة قبل ما أدي الرسالة مثلا للشابات أو للشباب أو للمرعى أو للرجال أنا بدي الرسالة أول للأزواج. ليه؟ لأنه إحنا عندنا أمهاتنا أو عندنا شابات عندهم طموح عايزين يشتغلوا لكن في البيت ممكن ما يخلوك. يعني الأزواج ما بيسمحوا لكم إنه أنتوا تحققوا طموحاتكم. يعني مثلا الليلة أنا أكون قاعدة في البيت وأقول ده رمش اشتغل ممكن يدوك اثنين خيار يا الشغل يا البيت.
فأكيد أنت حتختاري البيت. ليه؟ إكراما للأسرة وكذا. يعني أنت أصلا حتكوني قاعدة في موقف شنو حرج. فأنا رسالتي الأولى برسلها للأزواج، أنتوا حاولوا أسندوا زوجاتكم، يعني أسندوا برضو بناتكم، يعني خلي الزول يحقق طموحه، خلي الزول يعمل حاجة بعد ذاك يفشل، حتى لو فشل حاولوا أسندوه. الزول ممكن يفشل مرة ومرتين بعد ذاك بيكون زول ناجح. بعد ذاك أنا حأدي الرسالة الثانية للأمهات. وبرضو أنا نسيت، يعني في حاجات أبهاتنا بيعملوا لما نكون في مدارس، مثلا مدارس خاصة أو مدارس خالية، فبقوم يشيلوا الأولاد، بيقولوا المدرسة الأحسن أخد فيه شنو الولد. خلينا احنا نطلع من الحتة دي، المدرسة الخالية دي خليه يخد فيها البنات ويخد فيها الأولاد، لأنه أصلا ما في فرق ما بين البنت والولد، لأنه البنات ممكن نفس الأقل أو نفس الذاكرة أو نفس الطموح بيكون عندها، لكن عشان أنتوا بتجيب في دربه عشان كده هي ما بتقدر تعمل حاجة. فخلينا إحنا نطلع من فكرة إنه ده مدرسة للبنات مدرسة للولاد، كلنا إحنا نتألم في حاجة واحدة حسب وضعك، يعني وضعك كعب خد عيالك كلهم في حاجة واحدة، حتى البنات لما يقوموا من صغار يحسوا إنه هم كلهم شنو حاجة واحدة كده، بخليهم يكونوا سند لبعض. لكن لما تفرز عيالك هم بقوموا على حسب الحاجات اللي انت شنو علمت لهم. اما بالنسبه للبنات، الرساله اللي انا حارسله لهم انه البنات في حاجه انا عايز اعرف، يعني زي السؤال كده، يعني الناس بتقول انه الشغل ده للبنات او الشغل ده للاولاد، الكلام ده مكتوب وين؟ انه الشغل ده للرجال. احنا من ما قمنا لقيناها دي عادات وتقاليد، او ممكن اقول ده حاجات كانت في العصر القديم، احنا هسه بقينا في العصر الحديث، يعني ما ممكن تقولوا ده للرجال وده للبنات، مكتوب وين الكلام ده؟ ومنو قال الكلام ده اصلا انه الحاجه دي مثلا للاولاد؟ وبعدين احنا البنات بنتكل للاسره، يعني مثلا الليله انا عايز اعمل حاجه امي تعمل لي، ابوي يعمل لي، فلان. نحن نطلع من الحاله دي، الزول يعتمد على نفسه. بعدين انت لما تعتمد على الاسره بكون انت بتكون مستغله، يعني بيستغلوكي، يعني مثلا الزول يكون ماشي محل يقول لك مدي لي شنطتي، الزول يكون داير يرقد يقول لك فرش لي سريري، ما عشان هما بيقدر، لكن عشان شايفك انه اصلا انت ما عندك حاجه شنو تعمليه. لكن لما تعتمدي على نفسك اي زول بيلزم حدوده، لانه نفس الحاجه اللي هو قادر يعمله انت بتعمليه. بعد ذاك انت من نيتك عايزه تعملي الحاجه ده كخدماتك او كواجبك في البيت بتعمليه، لكن ما تدي فرصه. خلينا احنا نشتغل اي شغل، يعني البنات ممكن يعني ما يقولوا في شغل للرجال، يعني مثلا انت ممكن تفتحي محل غسيل العربات، انت ما ماشي تشيلي مويه وصابون تغسليه، لكن انت بتعملي محل تكوني قاعده معززه مكرمه، تجيبي ناس تديهم راتب ويشتغلوا. يا اخي افتحي لكي بخاله، تعالى اقعدي كاشير في محلك، خلي الناس يدوا سكر شنو شنو، عادي بتشتغلي. افتحي صيدلون، الشغل ما حرام، الحرام انه انت تمدي يدك لزول. برضو في رساله انا عايزه اوصله للاباء، يا جماعه بتلقى اطفال في الشارع وانت ماشيه كده، بتلقى الزول لما يجي يوقف عربيته بتلقى الجنه رافع قطع بيسوي شنو؟ بيتمر في العربيه. يعني انت الزول زي ده المفروض تشجعه شنو؟ معنويا. يعني هو بتمر ليه؟ الطف من يقول لك الديني، ايوه، واحسن من يمشي يشحت وهو اصلا ما عنده حاجه محتاج. تمام، فهو بيجيك بطريقه شنو؟ منظم. فانت حاول شجعه، اديه 50 جنيه اديه 100 جنيه تشجيعا. كده هو بكره بعد بكره لو يلقى انه هو بيتعب يدين وبيلقى حاجه فهيحاول يشوف حاجه شنو افضل من كده. فالرساله دي انا برسلها لكل زول، يا جماعه انت لما تلقى شافع في الشارع فعلا انت حاسبه محتاج، حاول شجعه معنويا، يعني حاول شجعه. برضو انت بتكون ماشي في الشارع انت بتلقى اولاد بيردموا الشارع، فهين انه الشارع ما محتاج لشنو ليردم، ليه؟ لانه هم ما قادرين يلقوا حاجه اصلا يشتغلوا وهم محتاجين. لكن هو قاعد يشوف بطريقه منظمه انه هو يقعد يردم لك، انت لو عندك اديه، ولو ما عندك برضه نزل قزازك شجعه وقول له والله يا ربنا يزيدك، وانت حاول اعتمد على نفسك كده، فهو بكره بحس انه هو زول فعلا ناجح، عمل حاجه خدم عمل حاجه. فيعني ده الحاجات المهمه ان احنا المفروض شنو نرى اليها نحن كمجتمع، يعني مش مجتمع تاع جنوب السودان، موجوده في كل الدول على فكره الحاجه دي. حتى الشيح ده بقى كثير، لانه يعني انت بتلقى مثلا الزول، انا داير اقول شنو، يعني الناس الشغالين في الشوارع اللي بخصوا العربات ده على فكره ده الخريجين، ايوه هم خريجين، ده الخريجين بس ما لقوا شغل بالضبط كده. فيعني هو وناس مربع، هو مقتنع بالوضع اللي هو فيه، يعني هو مثلا بيتقدموا يمشي يفتشوا شغل، بقول لهم امشي تعال بكره، امشي تعال بكره، فهو بيشوف انه الزمن ماشي وهو عنده شنو التزامات، فبيحاول يشتغل اي شغل، بدل يمشي يسرق ولا يمشي يعمل له حاجه ما كويسه، اخر يشتغل له شغلانه بسيطه تساعده. فبرضه انا برسلها للجهات المختصه، يعني انت لو لقيت انه في شاب او اي زول قاعد يغسل او قاعد يشتغل اي نوع من الشغل ده، ما تحطمه، تشلد حاجاته وكده، يا اخي قول له بطريقه كويسه، لو المحل ده اصلا مال الغسيل قول له يا اخي المحل ده مال الغسيل، انت احنا بنشوف لك محل اكيد
لابد تلقى محل يعني. ايوه هو يعني لو اقول المحل ده كان بيشتغل هنا فانت حتشجعه معنويا انه انت الحاجه اللي قاعد تعمله ده كده حاجه كويسه كده، انت بتشجعه انه بكره بعد بكره يعمل حاجه كويسه. نعم. فده برضو رساله انا بوصله لجهات المختصه. هنيجي كمان لسه في رسائل كثيره عايزين انك ترسليها لباقي الناس كمان، واكيد الرساله الاخيره ما رسلتيها اللي الفئه بتاعت الرجال اللي بيقولوا ده الاشغال بتاع النسوان، هنيجي نرجع عليها. بس مشاهدينا خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل معكم. السلام على رسول الله الأمين. يعني هنا في الليلة في مساء الليلة ده هنا بنرحب بالإعلام في تدشين برامج شهر رمضان المعظم لهذا العام، وأنها اللجنة الأولية لشهر رمضان المعظم لسنة 2022 كونت مبكر في يوم 28/1/2022 تم تكوين اللجنة الأولية على أعضاء اللجنة 16 عضو، ونحن عملنا عدد من الاجتماعات إدارية زي 4 اجتماعات، واللجنة الأولية 8 لجان أساسية، لجنة السكرتارية ولجنة استقطاب الدعم واللجنة الإعلامية ولجنة الدعوة والبرامج ولجنة الإفطارات ولجنة المالية ولجنة التخزين والتوزيع. يمكن تم إجازة الخطة العامة للجان المختلفة والميزانية اللجنة العليا لهذا العام بلغت مبلغ وقدره 500,000 دولار اللي هو بما يعادل 225 مليون جنوب السودان. ويمكن الميزانية ده بمقارنة ميزانية السنة اللي فاتت، الميزانية السنة اللي فاتت كان 350,000 دولار، وأغلبية المواد اللي كان وزعوا في العام الماضي يمكن كان داخل جوبا وبعض المناطق في زي بور زي منقلة زي تركاكا، وجاءت الميزانية عشان تستوعب بعض الولايات كل الولايات جنوب السودان، عشان احنا بنستهدف السنه ده بان كل الدعومات الرمضان لازم تصل في الولايات المختلفه. وللجنه برامج محدده، يمكن البرامج فيه من البرامج الرئيسيه هو كيس السائم ودعم افطارات النوعيه على مستوى جنوب السودان ودعم مواعيد رمضان المختلفه ودعم افطارات بالولايات المختلفه زي الاداريات، وبالإضافة إلى لقاءات تلفزيونية وإذاعية ومسابقات لشهر رمضان المعظم، وبرضو مسابقات أخرى في مسابقات ريادية بخلافه، بالإضافة للآذان، بالإضافة للبرامج المتخصص يمكن في المساجد المختلفة في داخل جوبا وكل الولايات جنوب السودان. ونحن بنعتبر بأن شهر رمضان المعظم هو موسم من مواسم الخير، عشان كده اللجنة تعمل على أساس يرسي داعم التعايش السلمي والسلام في المجتمع جنوب السودان. ويستهدف اللجنة رئاسة الجمهورية والحكومات الولايات، يمكن احنا ودينا خطابات لرئاسة الجمهورية على أساس تدعم برامج شهر رمضان المعظم، بالإضافة للولايات المختلفة، بالإضافة لكل المنظمات العالمية والمحلية والسفارات والجالية والجاليات المختلفة في جنوب السودان والشركات الوطنية والأجنبية والشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال ومنظمة القائد، لأن منظمة القائد احنا في السنة الماضية كان دعمنا بقريب 100,000 دولار، وده منظمة يمكن القائد محمد حمدان دغلو هو المسؤول من منظمة القائد. إذا الدعوة برضو
لكل المحسنين بجنوب السودان وكل التجار على أساس في أنحاء جنوب السودان المختلفة على أساس يدعموا برامج شهر رمضان المعظم. وما بالضرورة يجب الدعم في المجلس الإسلامي، لكن بالضرورة بأن يدعم المجتمعات في المناطق المختلفة، يدعم المساجد، يدعم المحتاجين في الشهر. نحن بنعتبر شهر الخير وشهر البركة وشهر ده عظيم. عشان كده نحن وجهنا كل أمناء الولايات بالمجلس الإسلامي على أساس يكونوا لجان. رجعنا لكم تاني أكيد مشاهدينا وين ما كنتم، وأكيد إحنا لسه متواصلين معكم. والفاصل الفات هو كان مؤتمر صحفي للجنة العليا لشهر رمضان المعظم، كان في المجلس الإسلامي، وهو كان برئاسة الشيخ جار النبي خميس مرسل، وهو نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي. زي ما شفنا مع بعض أكيد تجهيزات لرمضان، بنقول لكم أكيد تصوموا وتفطروا على خير ورمضان كريم، وإحنا خاشين على أبواب رمضان. أكيد أجواء رمضانية جميلة إن شاء الله لكل مسلمين على مستوى العالم وجنوب السودان بصفة خاصة. إحنا لسه بنرجع لضيفتنا داخل الاستوديو، أكيد من الشابات الملهمات اللي لهم بصمة قوية جدا في الشابات الحالية، في انه كيف نقدر نشجع بعضنا ذاته في الفتره الجايه والفتره دي بالذات، لانه احنا لاحظنا في مجتمعنا يعني معظم البيوت بيقول البنات هم الماسكين، البنات هم اللي عايزين يشتغلوا، البنات هم اللي عايزين يساعدوا الاسر، عايزين يربوا اخوانهم، عايزين يساعدوا امهاتهم وابوهاتهم، لانه الوضع الاقتصادي بقى صعب. علشان كده يعني اداو من الشخصيات اللي ممكن نقول انه تشجع وتكسر الحواجز علشان انه كل البنات تقدر تشتغل، تقدر يعني تكون عندها مخ منفتح، افكار منفتحه، تقدر كيف انه تشتغل به وتساعد الاسر. اداو احنا وقفنا في انه كيف الرجال بيقولوا في اشغال بتاع نسوان او في اشغال بتاع الرجال، زي ما انت كنت في التجربه مشيت كذا ولايات، فكل ولايه بيقول لك ما عايزه ترجعي، يعني بيدوق احساس انه القوه اللي عندهم هم بيقدروا يشبهوا الولايات، انت ما عندك، فيعني وده خطا، فانت وصلتي معهم لاخر مرحله، وده بيعكس انه نفس القوه اللي عندهم عندك انت، فانت بتقولي شيء للرجال اللي بيشوفوا انه المراه ما بتقدر تقوم بنفس الشغل اللي هم بيقوموا به. حقيقه قبل انا ما ارد على السؤال، أنا فخورة بنفسي، خلينا أعترف، وأنا عندي طموح وعندي إيمان كبير في ربنا إنه أنا عندي حاجات هحققها إن شاء الله. إن شاء الله. حسب إصراري حقتي. أنا داير أقول للبنات خطوني كنموذج، يعني الإشغاليات اللي أنا اشتغلتها ده ما إشغاليات بتاعت نسوان، إشغاليات بتاع رجال زي ما الناس بتقول، في حين إنه كله للنسوان وكله للرجال. فأنا شلت القاعدة حقتي ورسمت جدولي وقلت انه انا هكون زولة ناجحة في المستقبل، وانا عايز ارجع لورا منذ بداية الاخذ العلمي للمرأة في مؤتمر باكين في عام 1996. فكانوا سمحوا للمرأة اتاحة لها انها تكون في ميادين، في كل الميادين انه تشتغل، يعني كل الشغل الرجال بيشتغلوها. برضو انا برجع ورا في 9 يوليو 2011، وكانت المرأة يعني كانت بتناضل وكانت مجاهدة وكانت محاربة، وكانوا بيقفوا مع أبهاتنا حتى اتمثلت المرأة، يعني 10 نسوان نائب وزير، كانوا أبا يعني نائب وزير في الزمن ذاك، وكان الكلام ده بتتمثل في كتيبة البنات. فزمانك قبل ما نخش في الراحة حقيقة كانت يعني ما في فرق بين النساء والرجال، وكان امهاتنا كانوا بيناضلوا مع ابهاتنا وبيتمثل في الجراحه والاطفال والمأكل والمشرب كده، فهم كانوا مناضلين سوا. فبعد ما خلاص احنا لقينا الراحه، فالبنات خلاص يعني حسوا ان هم بقوا مرتاحين والبلد طلع زي ما بيقولوا، وبقى في سلام وبقى في انه الزول اهتم بنفسه. عشان كده البنات رجعت على اساس انه احنا ما بنقدر نشتغل، لكن كلنا فينا نشتغل
كل الاشغاليات الرجل بتشتغله. وبرضو انا بتكلم يعني في اتجاه بتاعت الجهه المختصه اللي هو حكومتنا, يعني نحن نشجع اولادنا معنويا كيف يعني هسي كل سنه او كل شهر يعني في تخريج للطلبه, فلا من الجنة يكون في المدرسة الأم بتجاهد تشتغل شاي تشتغل شنو على أساس إنه هي فخورة إنه عندها جنة شنو في الجامعة. فبتكون منتظر بتين العيد تجي, بالنسبة لها عيد يعني منتظر بتين العيد تجي على أساس إنه هي تفرح بيوم العيد. فلا من الولد يتخرج حقيقة يعني التخريج عامل زي العرس, أنت الليلة ولدك لا من يعرس أو بنتك لا من يعرس الخطوة اللي بعده إن هي شنو تلدي, لأنه ده السمر. طيب انت الليله ولدك لا من يقرا ويتخرج وما يلقى شغل كده خد نفسك في المكان ده احساسك بيكون شنو؟ لانه بالنسبه للام دي عمل الوحيد انه جناها هيتخرج وبعد ما يتخرج هيكون شغال. طيب الجنة بعد ما يتخرج ما بيكون شغال, وهنا الطالب هيفقد مصاريفه تماما. يعني مستحيل تاني امك انت بعد ما تتخرج يقوم يصرف عليك على اساس انت ما خلاص اتخرجت. فانت ملزم شغال ما شغال تصرف شنو على العيال شنو الوراك. طيب هلا من حيث انه هو اصلا ما لقى شغل فهيطلع الشارع, ولو طلع الشارع الوراو هيحبط يعني الجن الوراو هيشوف انه ما في كده, والام ذاته هيشوف انه داخل قريته ولحد هسي ما في حاجه, فاحسن انه شنو يكونوا قاعدين شنو. فلذلك يعني الرساله دي تصل لحكومتنا انه انتوا لو ما قدرتوا يعني مثلا توظفوا ان شاء الله 20% يوظفوا ان شاء الله 5% كتشجيع يس كتشجيع ذاته كتشجيع للطلبه, الطلبه اللي بتجي تزفوهم يوم عرسهم او يوم عيدهم ده تشجيع لهم عشان هم ذاته يكون عندهم روح شنو للقرايه وكده. نعم ادو احنا زماننا خلاص لو وشك انه يخلص. قبل يعني هنا ما نختم معاك عايزين نعرف بعض يعني التحديات دي كثيره جدا اكيد واجهتك, لكن ادينا اصعب 3 تحديات يعني واجهتك في الفتره دي لحد الان. اوكي تمام. حقيقه انا التحديات اللي واجهتني كثيره جدا. نعم. فانا هتكلم في 3 حاجات زي ما انت ذكرتي. فانا كنت شغاله اصلا قاعده اجر تمام, ففي الزمن اللي انا حسيت انه انا مفروض اكون عندي طياره فحبيت اعمل عقد بتاع ايجار انه اجيب طياره زي باقي الناس المعجرين, الطيارات في المطار كلها ايجارات. فعملت عقد مع واحد اسمه اوغاستين هو من دوله كونغو على اساس انه يجيب لي طياره, وشال القروش ومشى على اساس انه يجيب طياره, وفي مشي وظهرت كورونا فاتقفل ما قدر يجي, فقال لي خلاص سيروا طيارتي اشتغلي بيه لما الكورونا يفتح انا بجيب شي طيارتي تشتغلي. فوكنت شلت طيارته فبقت في مشاكل من شريكه الوطني هنا قال ما ممكن انه اشيل الطياره, فبقت في كلام كتير. فانا اعتذرت لسيد الطياره قلت له يا اخي ده ما طيارتي وانا ما جهز لي مشاكل, فانت ممكن شنو خلي طيارتك يكون قاعد لما الكورونا ينتهي جيب لي طيارتي. عموما الناس اللي هنا شالوا الطياره شغلوها ما اهتموا بها ولا حصل شنو الطياره وقعت, الطياره وقعت في نيو سايد ده الطياره وكده وقعت. الزول ده بدل انتقم من الزول انتقم مني ما جاب لي الطيارة ما رجع لي القروش كده. فظهر انه هو الطيارة بعد ما هو عمل اجراءات وما في طريقة يكون قاعد, لو قاعد هيكون له الوصف الاجراء, فحب انه يرسل الطيارة لكن شنو غير البحية يعني نفس الطيارة نفس شنو بس غير البحية. فالطيارة بقى شغالة هنا في جنوب السودان تحت وكيل تاني وانا ما عارفة, جيت استفسرتها اتأكدت انه ده الطيارة بالنسبة للأوراق بالنسبة للريجستريشن والحاجات دي كلها بس البوحية ما ياها. معلش هذا البدي بيقول انه يعني البيزنس فيه خسارة وفيه ربح بالضبط كده, حس القروش دي ما رجعت لي تمام. ففي الزمن ده مشيت عملت الاجراءات وتم ايقاف الطيارة اللي كان حقتي وغيروا البوحية من المحكمة, وهم مشى طلبوا يدوم اسبوع عشان ينقلوا حاجات الناس شالوا قروشهم, وبعد ذاك الزول ده حيجي يرجع لي. فالطياره مشت الرن الطياره اختفت من هناك يعني نزل الحاجات وقال جاي راجع وطلع من اجواء بتاع جنوب السودان. من التحديات والخسائر من البدايه اللي جيتيها وده السبب الاساسي اللي انا نجحت ليه لانه أيوة. كان في تجربه أيوة. فلما عرفت انه الايجارات فيها مشاكل وبتجيب فتن بيناتنا قلت انا احسن اشتري. فكانت صعبه وما في الاقل اصلا بيقبل لما نقول ده اشتري قلت تشتري تجيب القروش من وين يا بنت, احنا من زمان قاعدين هنا وشغالين وعندنا ما قادرين. فقلت بنعمه ربنا انا بقدر بعمل الحاجه اللي انا عايزاها. ففعلا حسب اصراري وربنا كان واقف معي وقدرت اجيب طياره, وده سبب النجاح الاساسي ونشكر ربنا انه انا عملت الحاجه دي. مبروك. فيعني ده اكبر تحدي واجهك من النقطه دي بدا انطلاقه بتاعه النجاح, وبعد ذاك التحديات دي يعني ضغطتي عليها وطلعت لفوق
تمام. نقول لك مبروك تمام. واكيد احنا اتمنينا انه نسمع منك الكثير والكثير، واكيد كل زول بيتابعنا الان وشاهدنا الان ما لقى 100 رساله مهمه بالنسبه له، لقى واحد لقى اثنين لقى ثلاثه، اكيد في كذا يعني تجربة أو كذا كلام تقوليه أكيد استفادوا منه. فقبل ما نختم معاك أكيد إحنا دايرين منك كمان يعني كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة. تمام. حقيقة قبل أن اتكلمت عن موضوع طيارة حتكلم في حاجة معينة، فبعد ما جبت الطيارة اشتغلت لزمن معين فجاء تم إيقاف من الجهات المختصة اللي هو الجهات المسؤولة من جنوب السودان. فعندنا كم شركات عند أنتونوبات، فتم أي أنتونوب 26 سكان أي شركة شغالة شركة وطنية ولا أجنبية تم إيقافهم، وحسا إحنا موقوفين تقريبا لنا زي 4 شهور الطيارات ما شغالة. فأنا رسالة حقتي حارسلها للجهات المختصة يعني نحن بنقيف معاكم وبنسندكم ونحن جزء لا يتجزع من الدولة، والهدف الأساسي إنه نخدم دولتنا ونقيف مع حكومتنا ونخدم الشعب البسيط. وحتى في جبت الطيارة كان في تخفيض في الأسعار. فالحاجة الرسالة أنا داري أوصله إنه للجهات المختصة الحكومة بتاعنا يعني ده عمل كبير إنه أنتوا حتسحلوا علينا، يا ريت تراعوا للحتة دي. يعني أنا كزولة بادية يعني لميت كل ما عندي وجبت باح الطيارة وفجأة كده الطيارة قاموا وقفوها، بالنسبة لي يعني خلينا اعترف يقول انه قلبي كسر. لو انا كنت ما زول في الايمان كنت يمكن طلعت الشارع ويمكن، لكن ايماني كبير في ربنا وعملي كبير في حكومتنا وحيشوفوا حاجة يسحل، لانه حسي كده قروشي يعني حياتي انحار وقروشي برضو فقدتها، فياريت انه هم يراعوا للحاجة دي. ف... ان شاء الله يسمعوا الرسالة دي، ولأنه كمان إنه يعني ده حاجة خدمة وطنية يعني أنت يعني الطيارة هي بتخدم البلد بتخدم الولايات ماشي برا بالضبط كده. والحادث ذاته خضر يعني حادث بتكون خضر يعني ما في حاجة قديمة، يعني أي عربية ممكن تعمل حادث لكن إذا أنت بتهتم. فالحاجة دي يعني ما كانت كله من الشركات، كانت من شركة معينة وأكيد حقت أنا بحتم مباحة زي روحي. فآخر رسالة أنا داري أقوله، داري أقول لهم كل سنة أنتم طيبين، رمضان كريم، مساء الخير عليكم، إن شاء الله كده يا رب نتلاقوا في أفراح. وبنسلم برضو لتلفزيون جنوب السودان، وما أنسى حي رئيسنا سلفكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، بنقول لك مساء سعيد عليك، وبنقول لك كل سنة أنت طيب ورمضان كريم عليك، والسلام عليكم. وشكرا لك كمان جدا لحضورك معي داخل الاستوديو، سعيدة جدا بحوارك معي اليوم وأنا بشكرك جزير الشكر. مشاهدينا انتهينا من حلقتنا اليوم مع ضيفتنا أكيد ضيفة عزيزة ومشرقة في كلماتها جدا داخل الحلقة اليوم. قبل ما نختم معكم حنمشي السريع في نصيحة اليوم وحنختم بعديها. من أهم نصائح اليوم إنه كيف نتجنب الأمراض المزمنة كالنساء، كيف أنت كمرأة تتجنب الأمراض المزمنة؟ في 5 طرق. أولا الحفاظ على النظام الصحي، الغذاء الصحي، إنه كيف إحنا لازم نأكل أكل صحي دايما عشان ما نمرض. الأكل الصحي دايما أفضل من الدواء، فأنت دايما أكل أكل صحي علشان تكوني صحية وجسمك يكون تمام. أكل دايما الخضروات والفواكه، كتري منها واشربي موية كتير، فده كله بيساعد الجسم إنه في أمراض معينة عشان ما تجيك. ثانيا ممارسة الرياضة، لازم نمارس الرياضة يا جماعة. أحيانا أيوة ما بنقدر نمارس الرياضة العادية، الناس بيمارسوها عندهم زمن معين للرياضة، لكن المشي خلينا في اليوم ناخد لنا نص ساعة يوميا نمشي فيها. أي زول ساكن إن شاء الله في الحلة عملك جولة كده بالمسا كده أو بالنهار، الزمن اللي أنت فاضية فيه أمشي نص ساعة برجلينك يوميا. نص ساعة برجلينك ده براه يعني بيساعد الجسم من الوقاية من الأمراض. أيضا يعني ناخد كمية كافية من النوم، النوم مهم جدا، أقلها 7 ساعات يعني حتى بالليل أقل شيء 7 ساعات. أنت تنومي 7 ساعات بتكوني غطيتي على نسبة كبيرة جدا من الأفكار الذهنية أو الإرهاق الجسدي. ف7 ساعات ده هو بيساعد في النمو بتاعت الخلايا النائمة أو الخلايا الميتة في الجسم، فبخلي جسمك يكون جسم صحي. فالنوم الكفاية مهم جدا لك ولصحتك. كمان ابتعدي عن التوتر، فده اللي احنا كنساء يعني موجود عندنا في حياتنا بصورة كبيرة جدا، لكن انت كمرأة اكيد التوتر بتقدر تتغلبي عليه بكل الطرق. فالتوتر نبعد منه جدا جدا، لانه التوتر بيضعف لنا
عندنا الجهاز المناعي اللي عندنا في الجسم، عشان الجهاز المناعي بتاعنا في الجسم ما يكون ضعيف فنبعد من التوتر. نبعد من التوتر نعمل شنو؟ نسمع موسيقى، نبعد من المشاكل، يعني بقدر الامكان انت شوف الطريقه اللي بيخليك ان التوتر اللي فيك انك تقدر تشيله بهذه الطريقه. اكيد كل واحده عندها طريقه مميزه بتعملوا بيها. ثانيا اتاكدي من التاريخ المرضي للعائله، فدايما في اسر بيقول لك الضغط عندنا وراثه، السكر عندنا وراثه، فعشان انت ما يعني تقدري تكتشفيه في جسمك من بدري، في حاجه واحده لازم تعمليها، الفحص الدوري. فلازم كل فتره تمشي تفحصي، يعني في اسره عندها ضغط وراثه فانت امشي افحص دايما، مجرد ما ظهر انت بتقدر تسيطر عليه. بيقول لك سكري برضو وراثه في الاسره، انت كل ما تفحصي بدري كل ما بتقدري تسيطري عليه. وحمان الله وحماكم، وان شاء الله تكونوا صحيين. وهذه نصيحه اليوم، انه انت كمراه لازم تكوني مراه صحيه، لازم تكوني مراه قويه، لانه صحتك وقوتك ده بيعكس لبيتك، بيعكس لاسرتك، بيعكس للمجتمع، بيعكس في شغلك، بيعكس في الشارع، بيعكس لكل الفئات بتاعت المجتمع الموجودة حواليك. صحتك هو أولا، صحتك هو المهم. فبنقول لكم في مارس المرأة، كنت معكم هنوية شول، وبنشكر أداء جيمس سيدة الأعمال ضيفتنا كانت معنا داخل الاستوديو. بكده مشاهدينا انتهينا معكم من حلقة اليوم، حتى جديد الملتقى تقبلوا مني تحياتي وتحيات الفريق العامل.